ميرسي انك جيت يا علي. يا بص، في حاجه ولا ايه؟ مالك هنا وانا بعمل الاكل؟ فكويس انك جيت، تقعد تاكل مع اختك وخطيبها. امال هما فين؟ كانوا قاعدين هنا يا ابني، تلاقيهم في الجنينه. طب ما انا ما جاي من بره افوز ومفيش حد في الجنينه. انا عارفه بقى يا علي، شوفهم انت يا ابني وانا هدخل اكمل الاكل واحضر السفره. فكرة اوضتك حلوة شبهك. ميرسي يا مالك. مالك لو سمحت، هو انت ليه على طول مركزة ومشدودة؟ في ايه؟ ايه ده؟ اتجننت يالا ولا ايه؟ انت داخل اوضتها بتعمل ايه يا علا؟ نعم؟ داخل اوضتها بقى عليك. اتجننت بقى؟ اتجننت؟ انا هتجنن رسمي بقى لما تشوف وشك. لا ليش الدم دلوقتي؟ اه وشك ايش الدم؟ يا ولد فايزة الحقيني يا فايزة. مجنون انا؟ لا لا علي بقول لك سيبه حالا. سيبه يا علي. ساعي بقول لك سيبه بس بقى. ساعي في ايه؟ الحقيني يا فايزة. شفتي اللي حصل؟ يا ابني سيبهم، يا ابني سيبهم، تعالى هنا تعالى هنا، ما يصحش كده. ماشي انا اوريك وعزة وجلالة اللي انا اوريك. بس بقى بس أمك. مالك امشي من هنا حالا، يلا امشي من هنا حالا. امشي ما تبصش. يا ابني ينفع كده؟ ينفع البهدله وقله القيمه اللي انت عاملها في الجدع ده؟ هو ايه اللي حصل؟ بدل ما تسانيه ضربته ليه؟ اسأل هانم كان بيعمل ايه في اوضتها؟ وانت مالك اصلا كان بيعمل ايه في اوضتي؟ انت مين انت عشان تتدخل في حاجه زي دي؟ يا بنتي ده برضه اخوكي وخايف عليك. ده مش اخويا. وبعدين انت ايه اللي جابك هنا؟ مين دخلك اوضتي اصلا؟ اتفضل اطلع بره، ويا ريت تبقى بره خالص، مش عايزه اشوفك في البيت ده تاني. يا ابني علي استهدى بالله يا ابني، سيبك من اللي انت بتعمله ده، ده مصريين البطن بتتخانق. دي مش خناقه يا فوز، دي مش خناقه. طب استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وسيبك من اللي انت بتعمله ده، وشيل اغلى حاجه عندك وانا هجيب لك لينا لحد هنا وتتصفوا مع بعض. ما عادش ينفع يا فوز، ما عادش ينفع، هي خلصت خلاص. مش هتمشي يا علي؟ والله ما عادش ينفع، اطردتني، اطردتني عشانه. مش هسيبك تمشي عشان اللي انت بتقوله ده عبط. يعني ايه طردتني؟ وفي حد بيطرد حد من بيته يا علي؟ ده مش بيتي يا فوز، معلش عشان خاطر السبيل اغور من هنا ورحمة ابنك. طب امك يا علي؟ عارف يا ابني امك متعلقة بيك قد ايه؟ طب عارف انت لما تسيبها وتمشي ايه اللي هيحصل لها؟ فاكر يا علي لما جيت لك وقلت لك اوعى تبقى سبب في حاجه تحصل لها؟ فاكر انت ساعتها قلت لي ايه؟ قلت لي برقبتي، برقبتك يا علي. صعبة عليا ليه؟ طيب افوز صعبة عليا ليه؟ طيب انا هم يومين بس وهرجع تاني، بس انا مش قادر اعيش هنا، حاسس ان انا غريب قوي على البيت ده يا فوز، غريب قوي. سلام علي. توحشيني يا فوز. ينفع يا بنتي؟ اهدي يا حبيبتي، اهدي معلش.
ده اشتاق يا بنتي ودخل بينكم. شكلك بتحب الغروب قوي يا حبيبتي. بالعكس بكرهه. ليه شوفك كده اقول بتحبيه؟ ايه اللي جرى يعني عشان تكرهي كده؟ يفكرني باليوم اللي تاه فيه مني علي. فاكر يا راجل؟ يوميها قعدنا نلف على علي طول اليوم. لكن لما نشط كله فدي من الناس وجي وقت الغروب ما لقناهوش، ساعتها حسيت ان علي ضاع مني. من ساعتها وانا بكرهه. حبيبتي لازم ننسى الذكريات دي بقى. مفيش حاجه تجبرنا تخلينا نعيش شايلين كل الحمل ده على كتافنا. احنا عايزين نرتاح، يا ريت نستمتع باليومين اللي قاعدينهم هنا. صح عندك حق، انا اسف، خصوصا ان الحمل ده نساني ان انا اكون جنبك في اوقات كتير. العكس، جنبي في كل وقت. انا بعتبر نفسي محظوظه حبيبتي. يعني انت سعيد معايا بجد يا راجل؟ سعيد معاكي؟ انت بتهزري؟ انا اسعد انسان في الدنيا دي كلها. هو يقول حاسس انه غريب وانت تقول انه مش اخوي. هو في ايه يا بنتي؟ ما تفهميني. مفيش يا فايزه، مش حاجة، بحاول أحس إن أخويا، بقالي شهور بحاول، مش عارفة أحس ناحيته اللي أنا بحسه ناحية مروان. يبقى أنا حسدتكم، مع إني عمري ما حسدت حد، بس أنا حسدتكم. أنا كنت فاكرة إن أنتي ومامتك أقرب اتنين ليه في البيت ده. حبي تاني علي له حق يقول لي إنه حاسس إنه غريب. هو فين؟ لما هدومه ومشي. انا ما كنتش اقصد، انا مش عارفه هو هو ايه يا لينا يا حبيبتي. ده انا اللي مربياكي، انتي اغلى عندي من نور عينيا يعني بنتي. بصي يا لينا، انا هقول لك يا بنتي كلمتين محبوسين في قلبي، هقولهم ورزقي على الله. بصراحه ربنا كده علي مش غلطان، اي حد في مكانه لو شاف حد غريب في اوضه اخته كان هيعمل اكتر من كده. وانا كمان ما غلطتش يا فايزه. بس مالك غلط؟ ايه اللي يخليه يدخل اوضتك من اصله؟ كان بيشوفها عادي، ما حصلش حاجه. يعني يقدر يعمل كده ومامتك وباباكي موجودين؟ فايزه انا مش صغيره، وقلت لك ما حصلش حاجه. يا بنتي ما حدش قال انه حصل حاجه، بس احنا مش في بلاد بره عشان واحد غريب يدخل اوضتك. انت بتوحيني ولا بتوحي روحك؟ اوكي يا فايزه، انا اللي غلطانه. بصراحه بقى اكبر غلط عملتيه انك كرشتي علي. أخوك وبيحبك وخايف عليك ودمه حر، يبقى ده جزته. خلاص بقى يا فايزة، أنا مش قادرة أسمع حاجة تاني. إيه يا لينا؟ في إيه؟ صوتك عالي ليه كده؟ خد، حطهم جوه بقى قبل ما أبوك يجي. هو أنت هتروح فين يا أبو علي؟ مش عارف يا كيمو، لسه أشوف. المهم انت بس خلي بالك من نفسك، كل كويس وذاكر كويس. حاضر. لو اي حد سألك عني قول انك مشفتنيش بقالك فترة. بس مش هتاخدنا معاك بقى يا حسن وتريحني من البيت الزفت ده. هانت يا كيمو، هانت. نروح نعيش لوحدنا في مكان بعيد وحلو قوي. بس قبل ما ده كله يحصل عايز ابقى لوحدي شوية. ماشي؟ لو هتبقى مبسوط ماشي، بس يبقى اتصل عليا اطمن عليك. بحبك يا بابا. انت الوحيد كده اللي بتحبني من غير اي مقابل، غير ان انا احبك بس.
بتكلم مين يا واد يا كريم؟ بكلم نفسي. بتكلم نفسك يا ابن المروشة؟ ليه؟ فاكرني تغف يا واد؟ أنا مش هنزل الورشة تاني. إيه؟ زي ما قلت لك، وبعد كده مش هيحقق فيا أي ضرب، انزل أنت اشتغل. هنزل أنا اشتغل؟ تعالى يا واد هنا يا واد. خد. هتنزل يا واد ولا لا؟ مش هنزل. الله، هكسر عظمك. بعد كده مش هيحقق فيا أي ضرب. سيب يا واد العكاز يا واد. مش هسيبه. كده؟ ده أنت ناوي على أجلك النهاردة. سيب يا واد العكاز. خلاص يابا، خلاص خلاص. هتنزل شغل؟ هروح هروح الورشة هنزل. لما أكمل أول يا واد. صلوا سيدة، قافل الموبايل. انت اتسرعت يا ليلى انك انت طردتيه من البيت، مع ان انا قايل لك قلت لك اتعاملي معاه في اضيق الحدود رسمي. يا جدو انا كنت بتعامل معاه كده لحد ما صدق نفسه وافتكر نفسه اخويا بجد، وكمان بقى يتدخل في حياتي. ماما ما تردش عليها. ازاي ما اردش عليها؟ هتقلق، هتكلمه هتلاقيه قافل الموبايل، هتقلق اكتر والموضوع هيتنيل. الو، اهلا يا الهام، ازيك؟ وازاي يا راجل، اخباركم ايه؟ لا الولاد كويسين قوي. اه لينا معايا هنا مروان زي العاده مع اصحابه، وعلي في الحقيقه كان قاعد معانا وبعدين ظهر انه زهق، قال انه هيتمشى شويه وهيرجع، اول ما يرجع هخليه يكلمك. اه جنبي هي هتكلمك. الو. اه يا مامي الحمد لله كويسه. اه اتفرجت على كذا واحده بس مفيش فيلا عجباني. حاضر يا مامي. مامي بليز بابي جنبك، عايزه اكلمه واسلم عليه. اهي بابي. بابي عايزه اقول لك حاجه بس ما تديش رياكشن عشان مامي ما تعرفش. اه مبسوطين قوي قوي يا حبيبتي، والجو جميل جدا هنا. ايه؟ مش سامعك حبيبتي. بعد اذنك يا لينا هتكلم بعيد عشان الصوت. سريع واحده يا حبيبتي، سريع. طب ما تعرفوش عمل كده ليه؟ ما حاولتوش تتصلوا بيه؟ طب اقفلي يا فلان. هتصرف ايوه فريد، الحيوان اللي اسمه حسن لم هدومه وساب البيت ومشي. ما اعرفش اي حاجه، انا متهبب هنا مش قادر اتحرك عشان الهام ما تحسش بحاجه. الواد ده لازم يكون في البيت في ظرف 24 ساعه، لازم الهام ترجع تلاقيه، فاهمني؟ اتصرف ولو حصل حاجه بلغني. ايه الاخبار؟ لينا فيها حاجه؟ لا الحمد لله كويسه حبيبتي، كانت بتحكي لي عن شويه حاجات في الشركه، مهتمة هي قوي اليومين دول. طب كويس. حلوة قوي المطربة دي، صوتها جميل. يا باشا ورحمة أمي ما شفته ولا أعرف عنه حاجة، وبقالي فترة كبيرة ما شفتوش. يا باشا أنا هكدب عليك ليه بس لمؤاخذة؟ هو أنا حاوي يا باشا؟ ما تيجي تفتش بنفسك. يا باشا، يا باشا أنا برضه هخبي على الحكومة، ودي تقعد برضه يا باشا. آه طب لمؤاخذة يا باشا، يعني هو إيه الحوار اللي حصل خلاه يطفش؟ طب خلاص يا باشا ما تزعلش نفسك، الله. أنا بقول لك إيه يا باشا؟ طبعًا أنا ليا الحلاوة لو عرفت لكم مطرحه. ماشي يا باشا، مع سلامة الله. خد ياد يا كريم، خد ياد، فتيجي ياد بسرعة. الله، ايه خايف من ايه؟ وانا حاكلك؟ ده انت ابني حبيبي اخر العنقود. مش خايف، عامل لك اكل. هتأكلني التطورة ياد. فين حسن؟
حصل وانا ايش عرفني؟ ما انا قاعد معاك اهو يابا. بتتكلم بالسوق يا ادلع عشان انت عارف ايه اللي حصل لك. والنعمه ما اعرفها، وانا لو اعرف مش هقول لك ليه. انت بتسوق العوج ياد؟ ايه ده؟ خد ياد. يعني انت هتبات بره؟ انت مسيرك هترجع تحت ايدي تاني. ليله اهلي اللي جابوك سودا. احلى كوباية شاي. ايه يا باشا؟ بقالك كتير ياما يا ابني قاعد لوحدك كده ليه؟ مالك يا حبيبي كفالة الشر؟ ولو ان كده يعني شكلك وهيئتك بيقولوا انك مش من نواحيدي خالص. قصدك انا عشان لقيت من اللي انا لابسها؟ ده لبس الشغل. لا مؤاخذة في السؤال يعني. انت بتشتغل ايه يا ابني؟ راجوز. ها؟ اه رحمة أمي زي ما بقول لك كده. وأنا عيل صغير كنت بروح مع العيال زمايلي في الحتة، كنت أخدهم ونروح المولد، بس طبعا من ورا أبويا. كنت بحب الأرجوز أوي، كنت أحب كده أقعد أتفرج عليه من الصف الأول. كنت أقعد أتخانق مع العيال زمايلي كتير أوي عشان أعرف أتفرج عليه، مع ان ابويا كان بيضربني ضرب لما بيعرف ان انا بروح، كان بيشنتفني، بس برضه كنت بروح. بس انا بقى كنت فاكر ان الاراجوز ده لحم ودم وممكن اتعامل معاه كده واشوفه في اي حته، بس كان مثلي الاعلى تحبه قوي. كنت بشوف كده انه بيعمل حاجات ما ينفعش البني ادمين نفسهم يعملوها، بس لما كبرت اكتشفت انها عروسه قماش في ايدين بتحركها بحبال زي كده دلوقتي. ايه الفرق ما بين الأرجوز ده وما بيني؟ ايه؟ ما عندوش قلب كده، انا بقى عندي، بس انا قلبي اتكسر وجرح لحد ما بقى خلاص بيشرب دم، حتى مبقاش ينفع يتعالج. يلا روق يا ابني كده وسيبها على الله، دوام الحال من المحال. كله على الله يا حاج. معلش دوشتك معايا ومتشكر جدا انك سمعتني. ده انت نورتنا يا ابني. اتفضل يا حاج. ايه دي؟ Thank you.
علي. 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 تلام. مالك حبيبتي؟ في حاجة؟ يظهر ان انا نمت وحلمت، بس حلمت بكابوس، كابوس من اللي كان بيقولي زمان ايام ما علي اتخطف. طب اشرب شوية ميه يا حبيبتي، اشرب. انا عايزة اطمن على علي. حبيبتي ارجوك بلاش قلق بقى، احنا اطمننا على الولاد خلاص، وجايين هنا عشان ننبسط وننسى كل حاجة ورانا. وبعدين يعني هو البحر ده مش عاجبك؟ بذمتك مش مغري؟ يلا ننسى شوية كده يا راجل، اسبقني وانا هحصله. انا مش هقدر انزل البحر من غيرك اصلا. يلا بقى. معلش شوية كده. هننزل يعني هننسى، مش هنزل من غيرك. انا عايزك تهدي، كل حاجة هتبقى كويسة يا حبيبتي. صباح الخير يا عمي. صباح الخير يا هشام. تعال اقعد. خير؟ عمرني. انا عايز اعرف فريد وصل لحضرتك انه بيعمل حاجه؟ حاجه واحده؟ حاجات. اللي وصلني ان كل المشاكل اللي بتحصل في الشركه دي هو اللي وراها. ويا ترى عندنا دليل على الكلام ده؟ للاسف المعلومات اللي عندي ما فيش عليها اي دليل او اثبات. هيبقى رفض تعسفي يا عمي، خصوصا ان عقد فريد غير محدد المده، وهيبقى من حقه يرفع قضيه يطالب فيها برجوعه للشغل، هياخد تعويض كبير كمان. وعشان كده انا عايزك تساعدني ان انا نثبت ان اللي بيحصل في الشركه دي من المخالفات اللي وراها فريد. احب اقول لك ان فريد شخص مش من السهل ان هو يسيب حاجه ورا تتمسك عليه. ده غير ان الثقه الكبيره اللي راجل مديها له قوه في الشركه تخليه يقدر يخفي اي دليل. يعني ايه؟ مش هنلاقي اي طريقه ولا ايه؟ اكيد في طريقه يا عمي. الحقيقه كان في حاجه كده كنت بحاول اوصل لها من فتره وما عرفتش، لكن حضرتك بما انك صاحب الشركه تقدر توصل لها اسرع مني. حاجه ايه دي؟ كل عقود الصفقات اللي بيننا وبين الشركات اللي راجي بيستورد منها في الخمس سنين اللي فاتوا. راجي كان وقف كل التعاملات اللي بيننا وبين شركات التوريد القديمه اللي كنا بنستورد منها ايام ما حضرتك كنت موجود في الشركه. وبصراحه ده مش مطمني وخليني شاكك ان فريد ورا الموضوع ده بشكل او اخر. العقود دي انا هجيبها لك، والباقي بقى عليك يا بطل. عايز اتكلم معاك. معلش يا مالك مش فاضي. وانت تفضلي واخده جنب مين لحد امتى؟ انا مش واخده جنب منك، انا واخده جنب من الناس كلها، محتاجه ابقى لوحدي. طب وليه تبقي لوحدي وانا موجود؟ عشان في حاجات كتير قوي خانقاني وتعباني، ما بقتش قادره اتعامل مع الناس. لينا انا ماليش ذنب في اللي حصل ده. ده واحد متربي في اماكن شعبيه، فبالنسبه له ان انا اكلمك في اوضه نومك جريمه مخله بالشرف. برضه ما كانش هيحصل اي حاجه من اللي حصل دي لما كنتش طلعت ورا الاوضه. يا بنتي المشكله فيه هو وفي الهمجيه اللي هو فيها، مش في الموقف نفسه. وبعدين بقى بصراحة أنا مش شايف نفسي غلطان، بالعكس أنا شايف إن أنا استحملت حاجات كتير تضايق وحاجات بايخة بس عشان هو أخوكي وعشان ما زعلكيش. أنا مش قادرة أكمل في الكونفرسيشن دي أكتر من كده. استني هوصلك. رامز هيوصلني.
يا اهلا وسهلا محمود بيه. عايز اعود شركات الاستيراد بتاع الخمس سنين اللي فاتوا. في حاجه مهمه. اظن السؤال ده ما يسالش لصاحب الشركه. العود كلها مع راجي بيه. ساعتك تقدر تطلبها منه لما يرجع من السفر. انت عايز تجنني يا هشام؟ بقى الراجل يثق فيك ويطلب منك اللي ما طلبوش من جوز بنته، وانت جاي تقولي مش هقدر؟ لا هتقدر يا حبيبتي. الراجل طلب مني عشان مصلحته ان راجي ما يعرفش حاجه عن الموضوع، مش علشان سواد عيوني. المهم انه طلب. انت عارف انت لو قدرت توصل لحاجه في الموضوع ده هيحصل ايه؟ مش بس هتكسب ثقه محمود، ده انت كمان هتطير فريد من الشركه. ما تجمد كده يا هشام، الفرص اللي زي دي ما بتجيش كتير. ايه ده؟ تلحقتي خرجتي ورجعتي؟ مروان مش عايز يخرج، ملوش مزاج. احسن تعالي اقعدي معانا، انت وحشانه بقالنا كتير ما قعدناش مع بعض. لا مش احسن ولا حاجه، انا مش عايزه اقعد مع حد ومش عايزه اتكلم مع حد، انا كنت عايزه اخرج. انا طالع عشان دمي ما يتحرقش، مش عايز اغلط في حد. الطريقه الزباله اللي انت بتتكلمي بيها مع ابوكي دي. مامي والنبي سيبيني في حالي، انا مش طايقه نفسي. لا احترمي نفسك واتكلمي معايا عادل. ايه اللي حصل؟ اتخانقتوا؟ لا ما اتخانقناش، بس انا كنت عايزه اخرج. ايه اللي بوظ الخروج؟ مش انتوا متفقين تخرجوا؟ اصل هو متضايق عشان ايه؟ ما تتكلمي. اصل علي ساب البيت ومحدش يعرف عنه حاجه، ومروان منبه عليا ان انا ما اقولش لحد، فبليز يا ام ما تقوليش لحد. ممكن؟ بس انتي هتحكي لي كل حاجه؟ ميرسي قوي يا راجي على اللي انت عملته عشان النهارده. انا كنت عايز اعمل لك مفاجاه. انا اهم حاجه عندي الليله دي نقضي طول الوقت لوحدنا. يا سلام، اللي يسمع كده يقول ان انا وحشتك. انت وحشتني موت. احنا من ساعه ما جينا هنا وانا حاسس ان انا لقيتك تاني، نفسي اشبع منك. انا كمان حاسه ان احنا رجعنا تاني نقرب لبعض، مع ان انا كنت فقدت الامل خالص ان احنا نرجع زي الاول. خلي لحظات زمان الجميله زي ما هي، خلينا نعيش اللحظه الحلوه دي عشان لما الايام تعدي نفضل فاكرينها. دي نانسي. لو رديت عليها هتقعد تري ومش هنمشي غير الصبح. خلاص مش مهم، مش هرد عليها. لو هيضايقك رد عليها. لا لا مش هيضايقني خالص. انا ما بقتش احب اشوفك بتضايق. حاجه جوايا كده بتحصل تخليني خايف عليك زي ما اكون بنت صغيره. بس انا مش بنتك يا راجل. انا عايزه ارجع تاني حبيبتك زي زمان. انت حبيبتي وحياتي وصاحبتي اللي ما بعرفش ارتاح غير وانا بحكي معاها. ما تيجي نمد الاجازه. هو انا نفسي، بس بصراحه الولاد وحشوني. يا حبيبتي يومين مش هخسروا، وبعدين احنا بنطمن عليهم بالتليفون. بصراحه علي وحشني، وبعدين ده ما كلمنيش من ساعه ما سافرنا، وكل ما بكلمه بلاقي تليفونه مقفول، وانا بصراحه عايزه اطمن عليه. حبيبتي علي مش صغير، ده كبير ويعرف يعتمد على نفسه. طيب يا مامي، اوكي حبيبتي، الحمد لله على سلامتك. باي. داخلين من البوابه خلاص. طب انا هروح افتح لهم. استني يا فوز، زي ما اتفقنا ها، علي سافر يقضي كام يوم مع اصحابه. وانا بس اللي قلقني لما تسال هو قافل الموبايل ليه؟ يا جد ما انا قلت لك قبل كده في اماكن في سينا كتير قوي ما فيهاش سيجنال، فده طبيعي يعني. ازيك يا فايزة؟ نورتي البيت يا هند. الحمد لله على السلامة يا راجل بيه. حبايبي يا
عامله ايه؟ لا لو السفر بيحل بالشكل ده المره الجايه تاخدوني معاكوا. ها راجي برضو بيقول لي كده. ازيك يا بابا؟ ازيك يا حبيبتي، وحشاني. وانت كمان وحشتني يا بار. انت كمان. امال فين علي؟ علي سافر سينا مع اصحابه يقضي كام يوم كده. الحمد لله على السلامة يا جماعة. شفت العربية قلت لازم اجي اسلم عليكم قبل ما اروح مشواري. حبيبتي الحمد لله على السلامة. قلبي عندك يا حبيبتي، ان شاء الله هتلاقيه. هو مين ده اللي هنلاقيه؟ هو محدش قالك ولا ايه؟ قال لي ايه؟ هو في ايه؟ في ايه يا بابا؟ علي فين؟ من يوم انتوا ما سافرتوا لم هدومه ومشوا، ما احناش عارفين نوصل له.